طيب خلينا نروح على طول على الهاتف احد نجوم الكبار للمنتخب المغربي، وشارك في كاس العالم 94 و98، كان متواجد في قائمه المنتخب ومحترم محترف كبير في الدوري الايطالي في التسعينات، كابتن راشد نقروز نجم المنتخب المغربي ونادي باري الايطالي السابق، واللي شارك طبعا زي ما قلت لحضراتكم في كاس العالم 94. كابتن راشد يعني بنرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، وألف ألف ألف مبروك، فرحتونا كعرب وفرحتونا كأشقاء وفرحتونا كأفارقة، ألف ألف مبروك يا كابتن. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا إسلام شاطر على هذه المكالمة، وبحيي كثير كل الشعب المصري اللي فرحان كثير كثير بتأهل المغرب لدور الربع النهائي كأس العالم. كابتن راشد، كيف رأيت هذا الإنجاز التاريخي وصعود المغرب لربع نهائي كأس العالم على حساب واحد من المنتخبات الكبيرة جدا والمرشح، واحد من المرشحين من المنتخبات المرشحة لهذه البطولة، المنتخب الأسباني النهاردة؟ كما قلت يا سيد إسلام، في كأس العالم ما فيش منتخبات ضعيفة ولا منتخبات قوية. احنا جينا نشارك في كأس العالم بمدرب وطني، نعم، تخريج الكره المغربيه، وبلاعبين كلهم ثقه في نفسهم، وده اللي زاد حماس اللعيبه. نعم، اننا ما بقيناش نفكر في المدرب الاجنبي هو اللي غادي يبع لنا التاريخ. الان كما قلت ان رئيس الجامعه تاعنا فوزي لقجع عمل كل العمل على اننا نطور نفسنا بنفسنا، ما نقدرش من حد يعطينا حاجه زي كده. صحيح، الان نشرف بس ما نشرفش بس نفسنا، نشرف كل العرب والدول الافريقيه ان شاء الله بكاس العالم. كابتن راشد، الكابتن وليد الاكراكي هذا المدرب الوطني اللي لم يكن احد يتوقع ان يصل بهذا المستوى الرائع جدا للمنتخب المغربي، ويمكن لما هو قال في المؤتمر الصحفي السابق قال أنا بنافس على كأس العالم، في ناس كتيرة جدا اتريقت على هذه الكلمة، ولكن الآن كل العرب وكل الأفارقة كالعادة يعني دائما في ظهر المغرب، وننتظر الكثير خلال الفترة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله بننتظر الكثير، لأن كل ما يقوم به رئيس الاتحاد المغربي على رأس الجامعة وهو تكوين مدربين بالمستوى العالي اللي يقرعوا أكبر المدربين في العالم وفي أفريقيا. وده نتيجة تواجد الركراكي وكلامه اللي قاله ما كانش بالصدفة. نعم، لأنه تايق بنفسه وتايق بالناس اللي وراه. حقيقي. طيب ياسين بونو والمستوى الرائع سواء في ركلات الترجيح أو طوال اللقاء، ماذا تقول عن هذا اللاعب الكبير ياسين بونو؟ حقيقة كما لما بتشوف التشكيلة بتاع المنتخب الوطني، لأن كل اللاعبين لاعبين كبار ومميزين، نعم، اكبر الدوريات الاوروبيه، كحكيمي في باريس سان جيرمان، كزياش تشيلسي، كمزراوي في بايرن ميونخ، ونصير في سيفيليا، وكذلك بونو اللي يعتبر من احسن حراس الدوري الاسباني. طيب مباراة البرتغال وسويسرا، يعني حتى الآن المباراة 4-0 للمنتخب البرتغالي، هل يمكن ان احنا نحلم ان احنا كعرب وكأفارقة ان احنا نصل مع منتخب المغرب في المباراة القادمة، ان احنا نقدر نكسب المنتخب البرتغالي؟ والله ما فيش حاجة مستحيلة دلوقتي. نعم، كل الانجازات حطمناها لحد الان، لازمنا نفكر دابا في المنتخب المقابلة القادمة، ومش مش حنشوف حنواجه مين، لازم احنا اللي نفرض طريقه لعبنا كما فعل بالمقابله الاولى دي كرواتيا اللي حد الان اسبانيا، وان شاء الله يكون خير، لازم نمشي لابعد نقطه ان شاء الله. يا رب دائما يكون خير، وكل خير لاخواتنا من المغرب، وكل الخير دائما للمنتخب المغربي، وثق تماما ان 105 مليون مصري ان شاء الله هيكونوا في ظهر المنتخب المغربي في المباراه القادمه. شكرا كابتن راشد.